وين كنت عنهم؟ ليش تأخر؟ ما الذي أخر جمال الصالح عن حفلة جوي أول؟ لمين صوتت من المرشحين؟ تبي صوت؟ صوت حق المسلسل ولا لا؟ توصل توصل لحلمك سنة حب نفسك قول حسك. بروحهم في البيت هو العمل اللي حقق نجاح كبير ووصل ويكون من ضمن فئة المسلسل المفضل في الجوي أوردز، وأبطاله رهف وجمال كمان كانوا من ضمن الترشيحة، فجمال كان من ضمن فئة الوجه الجديد المفضل ورهف الممثلة المفضلة. لمين صوتت من المرشحين؟ تبي صج؟ قبل صوت حق المسلسل ولا لا؟ أمس صوت حق مسلسل مسلسلي مشارك في أفضل مسلسل فأمس صوت له الأمانة. يعني إذا ربحت عرفنا من وين جاي التصويت. بس أصوتي الفارق وإن شاء الله، وصوت لرهف محمد أفضل فنانة، وصوت لجمال صالح أفضل وجه جديد كوننا كلنا في نفس المسلسل. عرفتي إنه صوت لك؟ والله أنا توني سمعت إنه تو مصوت حق المسلسل، فحسابنا بعدين أتوقع مو قدام الناس. طولي بالك يا رهف، واضح إنك ما سمعتيش بدر كويس، فهو قال صوت لك عشان تربحي، وفعلا ده اللي حصل، وحصلت رهف على جائزة جوي أورد. أكيد قالوا بيسكر تصويت عشان ألاحق بسرعة. برافو عليك، صوتك من الفارق. برافو عليك. بعد راسي صوتك هو اللي فوزنا اتوقع ان شاء الله. بس الثلاثي المرح ده كان ناقصهم جمال الصالح اللي وصل متاخر عليهم على حفل الجوي اول. وين كنت عنهم؟ ليش تاخرت؟ والله زحمه، تعرفون الرياض زحمه مره، لكن سعيد انا جدا ومساكم بالخير. سعيد جدا، سعيد جدا اني متواجد بالحفل العالمي الجميل جدا. شو المعنويات؟ حتربع؟ المعنويات فل وان شاء الله، قول ان شاء الله دعواتكم. فعلا فمعنوياته كانت عاليه جدا في اليوم ده، فبالرغم انه ما حصلش على جائزه جوي اووردز الا انه كان فخور انه كان جزء من الحفل. فهو نشر اكتر من صوره على الانستغرام وعلق عليها ليله استثنائيه في بلدي الغاليه المملكه العربيه السعوديه، شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، شكرا لهيئه الترفيه وموسم الرياض.